أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. لا صوت يعلو فوق صوت المتظاهرين والعراق فوق الجميع. دعونا في البداية نستمع لما قاله أحد المتظاهرين عن مليونية الناصرية اليوم ونعود إليكم. هاي المليونية، هاي المليونية، مليونية الناصرية، هاي بعد احتلال الجسر واخذه من قوات الشغب. شوفوا المليونيه، هاي مو محزبه، هاي مو محزبه ولا تابعه للامام. ولا تابعه الصنم، هاي ما تابعه الصنم. اي والله هاي 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 عراقيه خالصه بدون ذيول، بدون توابع، بدون توابع، بدون ديون، بدون قداسات. هذه مليونية صافية عراقية نزيهة. هاي المليونية، هاي بس الناصرية، هاي بس الناصرية. زين لا تنجمع المحافظات كلها شلون؟ هاي غير العبرة على الجسر، راحوا شردوا الشغب، شردوا راحوا. شوفوا الشباب الحلوين، ظلم الله واحد يموت من عندكم. انتم رفعت راس، انتم سويتوا للبشر درس. هاي ملحمه تدرس، ملحمه تدرس. هاي الابطال، شوفوا شلون خنقونا، ضربونا بالرصاص الحي، بس ما يهمها. شوفوا الابطال المسعفين، شوف البنات، شوف البنات الحلوات هناك ملن الساحة، وما زالت الآلاف تتوافد تتوافد تتوافد. أخوان أخوان شاركوا أخوان، هذا هذا هاي رفعت راس. أخوان خلي المحافظات كلها تسوي هيج، هذول مجرمين قتلة ما يهمهم، لون قتل الشعب العراقي كله ما يهمهم. الجاع والعطش الشعب واللي ذهب للمزابل ما يهمه، المهم كراسيهم ومغانمهم، المهم انه ترضى عليهم ايران، المهم ان ترضى عليهم اسيادهم. تسلم ابو سلام، تسلم، انت واحد من الابطال والاساتذه. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. شفنا هذا المقطع عن مليونيه الناصريه اليوم، يعني بالفعل مليونيه لا تتبع لاي جهه ولا لاي حزب ولا لاي تيار، مثل ما قال المتظاهر اللي كان يوثق الفيديو بانها غير تابعه لاي صنم، هي تابعه فقط للعراق. وشفنا اليوم اللي صار في بغداد، في المثنى، في كربلاء، في ثيقار، في العماره، في بابل، في النجف، كيف الوفود الآلاف المؤلفة طلعت بتظاهرات من أجل العراق، بتظاهرات ما تنسى الشهداء اللي سقطوا من أجل العراق، من أجل استمرار ثورة تشرين حتى تحقيق المطالب، بعيدة كل البعد عن أي شخص وعن أي حزب. فقط خرجت هذه الحشود، هذه الملايين من أجل العراق، ليس من أجل شخص. يوم وياك ويوم عليك ويوم ما تعرف شي يريد، ويوم أطلع تظاهرة ضد القوات الأمريكية، ويوم لا أقعد بالبيوت، واليوم طبعا اليوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو إلى إيقاف الإضراب العام وإعادة الدوام الرسمي. طبعا هذه الخطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة جديدة لضرب ثورة تشرين. طلب الصدر بطرد من وصفهم بالمسيئين، يعني
ملايين طلعت وهوست ضدك وضد غيرك في إشارة إلى المتظاهرين الذين هتفوا ضده بعدما أمر أنصاره بترك ساحات التظاهر ورفع خيام الاعتصام. طبعا هدد ثوار تشرين باتخاذ إجراءات تصعيدية مثل ما شفنا التغريدة اللي نشرها صالح محمد العراقي المقرب منه، وهدد بالوقوف مع القوات الحكومية في إنهاء التظاهرات. طبعا وردنا قبل قليل بأنه في الناصرية قامت القوات الحكومية بإطلاق الرصاص على موكب لشيوخ عشائر هناك كانوا متوجهين إلى ساحة الحبوبي، ساحة اعتصام المتظاهرين هناك، أطلقت النار عليهم ونحن في انتظار ورود أنباء وأخبار أكثر من هناك. طبعا اليوم كذلك استشهد متظاهر برصاص القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، هذا وقالت مصادر صحفية بأن أكثر من 19 آخرين أصيبوا بجروح بعد إطلاق القوات الحكومية وميليشياتها الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل مباشر نحو المتظاهرين قرب ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. يأتي هذا بعد إطلاق القوات الحكومية وميليشياتها الرصاص الحي وقنابل الغاز نحو معتصمي ساحتي الوثبة والخلاني في محاولة منهم لفض الاعتصامات وتفريق التظاهرات المطالبة بإسقاط العملية السياسية. طبعا القوات الحكومية وكذلك وميليشياتها أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين السلميين المعتصمين في ساحة الخلاني في بغداد، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق. معنا اتصال، في اتصال، عباس من البصرة، تفضل عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك علي؟ شلون صحتك؟ يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. عظم الله عندك، تحياتي لكم وتحياتي لقناتكم الشريف البطلة. حياك الله يا هلا بيك. سيد مقتدى لعنة مني ولعنة الشعب العراقي، سيد مقتدى طلع ذمة إيراني. ألو. وياك عباس. أهلا مثلنا سيد السيستاني، ما دام سيد السيستاني الله يحفظه أنا ما عاد الحمد لله وأشكر. لا. الكل ما يمثلنا، دول كلهم جماعة يزار وكلهم تبعية وكلهم ديول. نعم. هذا شيء قدام العالم ويخلي الناس تسمع. سيد مقتدى ما يمثلنا، سيد مقتدى طلع ذمة إيراني. جوا العباية. يعني. تحياتي لكم، مشكورين عليك. حياك الله عباس، حياك. عباس من البصرة كان معنا. طبعا في ساحة الخلاني الهجوم يأتي بعد ساعات من هجوم مماثل فجر اليوم أسفر عن إصابة المسعف الطبي التطوعي عبد الله علي بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى. قبل ذلك أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق من جراء هجوم شنته القوات الحكومية على المعتصمين في ساحة الوثبة ببغداد. معنا اتصال، محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، يا اهلا بيك، يا اهلا بيك. طبعا انا مسلمي لا مقتدى ولا سيستاني، انا مسلمي عراق، سوالي سيستاني لا المستشفى سوالي مدرسه، اعطى فتوى ضد الفاسدين، اعطى فتوى ضد قتل اللي قتلوا المتظاهرين، وشنو هذا طلع فجاه متخبى حكى عربي. ليش احنا يعني القلب الشخصيه يعني وهميه؟ فدول اثنين ما يصلنا الحمر، احنا ما كنا العراق والثوره طلعت من اجل العراق فقط. شعب عنيد يا اخي، كل يوم يضربون بيهم اخ عمر الزايدون، شعب عنيد. يعني انا افتخر انتمي لهذا الشعب، شعب يعشق الشهاده، وما دام الشعب موجود ان شاء الله احنا منتصرين الحمر. نعم. وشكرا لكم. شكرا محمد من هولندا. كان معنا حسين من السعوديه، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبة يا حبيبي الله يجزاك خير، بالنسبة للمقتدى الحين، بالنسبة للمقتدى الحين هو موجود في إيران، والآن هو بيكون خليفة سليماني. يعني الآن لما هو يبغى يفض المسيرة ويفض كذا، فالمرأة مساعدة الله خير اللي تقول لا مقتدى ولا العامري، يعني هذا الفياض يروح يرسل يقول تعزية، وإن الشعب العراقي من شماله الجنوب، يعني ليه يفتري؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ليه يفتري ويتقول على العراقيين، والعراقيين حصلوا العذاب والنكال من سليماني ومن نفسه المهندس، فيروح الفياض يقول تعزية
كذا كذا، بعدين الحين الان مقتدع يا اخي. اذا ما كنت انت ما عندك ولا لبلادك ولا عندك محبه للعراق، وانت تبغى ايران خليك في ايران، ودع العراق للعراقيين الناس الشرفاء الذين ما يبيعون وطنهم. فانت ما دام انك انت عميل لايران يا مقتدع، وتقول تبغى تصب المسيره ذي، واللي سويته في البصره الماساه، والخيام اللي حرقتها، وليش هالقدر وهالخيانة يا أخي؟ الإيرانيين عملاء، وأنت تصير مع العملاء عميل كذلك. هم دمروا بلدك ودمروا الدول العربية، البحرين والكويت سووا في موكب جابر، وسووا في تبع هذا حزب الله في لبنان، سووا في رفيق الحريري. يا أخي تمعن خطبة صبح الطفيلي، وجزاه الله خير ناشط الفلاحي، جزاه الله خير. يقول هو هذول اصحاب المسيره هذول لهم تبع احزاب. نعم ولهم تبع اي جهه، هذول حسين من السعوديه كان معنا. شكرا لك حسين من السعوديه كان معنا، معنا اتصالات كثيره. ابو ابراهيم من كربلاء، تفضل ابو ابراهيم. ابو ابراهيم الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو السلام عليكم، حياك الله يا اهلا بك. اليوم احنا من كربلاء المقدسه، نوجه احلى تحيه لقناه الرافدين. حياك الله. بس نصنا التلفزيون اخي العزيز. نوجه نعم، عندنا اليوم مظاهره في كربلاء، المعارك الجاي يصير بمنطقه البلديه، اي هي بالشارع. احنا جاي نريد نسد الطريق مال الجواج الضريبة، لكن اي هو يعني شلون اقول لك، حرق التائرات للعصيان المدني. فاحد كلاب الشغب يجمون علينا، هاي يومي طبعا، العصر والصبح معارك شرسه، معارك شرسه من الدخانيات والكسريات واشكال والوان. يعني للعلم اوجه لهم كلام انا الان، والله العلي العظيم احنا شبابنا اللي ما ينضرب بالكسريه هذا ما يسموه بطل هناك. يعني حقيقه احنا نخشع في الشهاده. اليوم انا اقول الى جميع البلدان، الى جميع المساندين لثوره تشرين، ان يدعونا فقط بالنصر او الشهاده. الحمد لله والشكر، وانا اشكر هاي القناه الشريفه، واتمنى تشوفونا هناك، لان حقيقه ماكو مراسل لكم. الله يحفظكم ابو ابراهيم وينصركم ان شاء الله. احنا متابعيكم، احنا متابعيكم اول باول. نشكرك ابو ابراهيم من كربلاء كان معنا. رياض من امريكا، تفضل رياض. رياض تسمعني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مع رياض من امريكا. طبعا اليوم احنا شفنا مثل ما تحدثنا، ومثل ما شفنا في بداية الحلقة، شلون الاعداد الهائلة اللي توافرت الى ساحة التحرير من المتظاهرين ورددوا هتافات منددة بسلطة الأحزاب. صراحة مناظر تثلج الصدور، والبارحة كان هناك شيء من التخوف من اقتحام هذه الساحات من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات. وبالفعل بدأت في البصرة وبدأت في الناصرية، ولكن أهالي البصرة وأهالي الناصرية وكربلة والنجف والعمارة والمثنى وبابل وبغداد كانوا لهم بالمرصاد. رياض من أمريكا عاود الاتصال بنا، تفضل رياض. أهلا عيني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تحياتي لك والطاقم قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك والشريفة. أولا طبعا أرجع إلى سؤالك، لكن أولا للبارحة عندما تحدثت إليكم بسبب المظاهرات السلمية، كنت أقول لكم السلاح وغضب الأخ محمد مقدم البرنامج الكريم. فالسبب هو نشاهد صور الميليشيات العراقية الإيرانية كيف تضرب المظاهرين السلميين اللي يرفعون العلامة العراقية ويضربوهم ويقتلوهم. طبعا زوجتي من المغرب، عندي 3 أولاد وبنت، ومن يشاهدون هذه اللقطات زوجتي تبكي والأولادي. كانوا يقطفون حتى يقول يا أبي لماذا لا يستخدم المظاهرين السلاح للدفاع على النفس؟ لا مو هي سلمية أخي رياض، هي سلمية، يعني شعارها سلمي ويؤكدون على بقائها بشكل سلمي. نعم، هذا السبب اللي خلاني أتحدث معكم بهاللهجة لغة السلاح. طبعا أنا عراقي، ولدت في بغداد وكنت في الجيش العراقي. نعم. وحاربت ضد إيران وانتصرنا،
وعندي أربع أخوة هسه وخوات كلهم بالمظاهرات. نعم. وعلى اتصال وياهم. طبعا نعم. بالنا عليهم وعلى الشعب العراقي ونطلب من الله أن ينصرهم ويرعاهم ويحمي الوطن من الفاسدين إن شاء الله. وشكرا جزيلا. أنا أشكرك أخي العزيز رياض من أمريكا كان معنا. رسالة أو رسائل واتساب يقول: السلام عليكم. أكثر ما يؤلم بأن الآخرين لا يستمعون أو لا يستمعوا لعقلائهم فيهرولوا وراء العملاء والذيول. اليوم كشر الخائن كما يقول عن أنيابه الملطخة بدماء الشرفاء الأبرياء مقتدى أثبت اليوم عن خيانته لتراب وماء العراق. يقول أبو محمد الموسوي من بغداد. أبو حاتم الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. يقول: الثورة تحتاج إلى وقفة جادة من كل العراقيين بكافة عناوينه من أقصى العراق إلى أقصى، ضد احتلال الأمريكي والإيراني الصهيوني وجلاوزتهم في الخضراء والعملية السياسية التابعة للاحتلال الأمريكي. هذا هو يوم النصر العظيم للعراق والعراقيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله العازمي من الكويت يقول: السلام عليكم. ردي لمن يسأل من الأخوة العراقيين الأحرار في ساحات التحرير: أين الدول العربية؟ ردي يا أبطال الشعوب العربية معاكم وتتابعكم وتنتظر انتصاركم. ربي يحفظكم ويحفظ العراق. أبو عمار يقول: السلام عليكم أستاذ عمر. بالنسبة للصدر انكشفت أوراقه ولاء لإيران أمام الشعب العراقي، فهؤلاء المعممين والأحزاب والحكومة أيامهم معدودة. الشعب رفض كل هؤلاء المجرمين والسراق. تحياتي لقناتكم البطلة. أبو عمار يقول: أبو جعفر من السعودية: تحياتي لقناة الرافدين وطاقمها وجميع المشاهدين الكرام. والنصر والعزة لشعب الرافدين العظيم، والخزي والعار للمجتمع الدولي والجامعة العربية. نعم. زهراء من العمارة، تفضل يا زهراء. أبو زهراء من العمارة، تفضل أبو زهراء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ حياك الله يا أهلا بيك يا أخي. هي تدخلها من عدة جوانب. نعم. إحنا الآن من عدة جوانب ندخل الأمور. أول جانب، إحنا عراقيين سواء كنا بالشرق أو كنا بالغرب، إحنا عراقيين. نعم. هاي وحدة. وحدة ثانية، كل واحد ما يعرف قيمة العراق ولا يعرف شنو وضع العراق. الله وياه ومحمد وعلي، الله وياه، وين ما يروح يروح. اثنين، هاي الحكومة ما فادتنا من الاحتلال ولحد الآن، ما فادت الشعب. تجيب وتحط جهازها الشعب وراها بخانة الشوال، بينما شعبنا ما يستاهل الشاهد الله. نعم. لا تنظر لهاي الناس، هاي الشباب اللي استشهدت والشباب اللي انجرحت، ما تنظر لها ولا تعنيها. انا شقول اقولن يا عشائرنا، يا اهل العشائر، انتوا شنو تكون هذا الحكام؟ ايش فيكم؟ عندنا 50,000 رئيس عشيره، وكل عشيره عرفت نعد منها واللي غاطولها وعرفها. شنو اللي مخليكم قاعدين؟ شنو هالسكت هاي؟ اطلع عليهم هم 5 مقمعين وادمهم بالشط، والله ومحمد وحيدا نمونا. هم شنو يا اخي؟ والله العظيم حاله يعني، والله تجزع. نعم. خلينا نقسم الحكي، ملينا من الوقفه. اسامه الشاهد الله عاين تسمعني. حالات تمر على عقل الإنسان ما تنحمل ولا تشغل ولا شيء العقل. شنو أدري مكلبين هم الشعب كله ما يرحمون. الطفل واحد بحيثهم ندد به الشعب وقال هذا خوش آدم يخلي. نعم. ماكو واحد من الشعب، ولاكو واحد بحيثهم قال علي الشعب هذا زين، هذا خلوه ما بيكون زين. لا سيد لا عامي لا طرقاعة سوري يا معوض. والله جزعنا لما نشوف مناظر التلفزيون بهيك شخصية وبهيك حالة، وهاي شبابنا تروح، وهذا الظيم اللي راح يدخلون بالشهر الرابع برد وحر ودوخة.
اللي ما يوالينه واللي ما يريد العراق واللي ما يحبش العراق وين ولا الله وياه وخله يطلع من العراق ما يريده سواء كان مهما تكلف عمره وثقله. نعم والله جزعني أنا المعذرة معذرة يا حبيبي. الله يسلمك أبو زهراء. أنا أشكرك أبو زهراء من العمارة كان معنا. علي من النجف تفضل علي. وعليكم السلام ورحمة الله أبو عدي. طيب أكثر حياك الله يا أهلا بك. الله أسكم بحفظ حقيقة سيد مختلف طبعا نفس الدبلومات تلقاها بيد لما تخرجوا وعرفنا عن نصف السحب. نعم لأن للأسف إحنا مواقف بطولية في العراقي أنا ما أعرف هذا الرجل شو طبيعته ليه دام تنسحب عنا صوت تنسحب بس الحمد لله أقوله يقول الشمس في العراقي وانتشرت الحقيقة. نعم وإحنا بالنسبة الحقيقة خراب العراق خراب العراق إحنا خراب العراق من اللي قالوا تنسحب حد هذا اليوم حزب الدعوة وبالدعوة بالعراق بالواحد وتسعين نصيح ما تكون إلا علي والرئيس الجعفري كان والحمد لله كان الجعفري وكان المالك من السنوات وكان الأحمر وكان هذا عبد الفاطل صرخنا والله من عدم ذولة شنو اللي حصلنا من عدم والله تؤثر أمر من صدام هو صدام ليش جرى يعني ليش هو صدام هو صدام الجرم يعدم بأس مطبع على صدام شيء في الزحال وراء بعد بس صرخ وقت اللي خلى صدام يعدم بشيء انظر الحزب الدعوة وظل فتره هم اللي خلوا الشيعة خلفوا خلف الشيعة وخلوا هاي الطائفة الخراب هم ذولا اساس الخراب يا اخي والله ذولا اخي ولا لا يكون بالسلطه العراق طال في الوجود طال في الوجود لا سيد مقتدي ولا قيس ولا راجي وقالوا المالكي هذول لازم نشيلهم مثل ما اجوا خط الحكم في الحرب ونجيبهم ذولا ما راح يضمن أنا أقول عين مع إيران يا أخي بس تكفن على إيران الشعن على إيران مو على عرب مو عجم أطلع على عرب للعرب مو عجمي. نعم سيقضوا للدول العربية خلي عليكم على العرب شو العرب صاروا خلي نعم أبو علي أنا أصدي على العرب بس قليل وذبي الصور يا أخي شوف العالم وين وصل شوف الدنيا وين صارت شوف الناس عايشة بسلام عايشة بوعار. إن شاء الله ثورة تشرين تنتصر إن شاء الله يبقى العراق إن شاء الله. أنا أشكرك أبو علي من النجف. أم كرار من الديوانية تفضل. أم كرار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. حكي أبو زهراء من العمارة على راسي. ليش ما تطلع عشايرنا يا أستاذ عمر؟ ليش شنو ذنب هاي الشباب شافت عينك شنو ذنبها؟ ليش قد ما يعني انك شيء بالعراق مغدده؟ ليش ما تجي ويا اخوتك وابوك دوله ولدك دوله وطنك هذا عراقيك هذا؟ ليش مقتدى شنك بهالخطه هذه سحبت قواتك يا مقتدى؟ ليش انت خطه غير خطه انت وامريكا وايران؟ ليش هاي الشباب شنو ذنبها؟ بالمطر بالظلم اللي شافوه ما شافوه واحد حرب إيران حرب أمريكا حرب الكويت حرب الدنيا العراق ما شاف راحة من ذاك اليوم. شنو ذنبها الناس الوطن ما أدري شيء؟ ليش ما نطلع عشائر العشائر خديكم على العشائر وين العشائر؟ بس بالعركة تطلعون بالفصولات تطلعون باللي طفر واحد أو حرام وتطلعون؟ ليش عشايرنا نتلخ بيكم؟ اطلعوا ويا ولدنا عشايرنا نتلخ بيكم عشايرنا عندكم بالحسين طلعوا ويا أولادنا سووا لحد تعبة أولادنا شنو ذنب هاي الشباب أستاذ عمر؟ أروح لك فدوة أستاذ عمر؟ ليش شنو ذنبها؟ ليش العشاير قاعدة بس أولادنا هاي الشباب شنها وعود؟ ليش ذنبها كلها راحت؟ ليش عندنا زلم والله تهز القاع والله تخوف القاع بشم عندنا؟ فدوة أروح للناصرية فدوة أروح للبصرة مديورة على رأسي أهل للناصرية وللعمارة زلم الناصرية تهز القاع تحدث الرصاص تحدث الرصاص والله العظيم يا أستاذ عمر. وأنا أشكرك ربي يحفظك تسلمين. تسلمين وكرار من الديوانية.
الله محييك ويحيي اهل الديوانيه. ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ عمر؟ حياك الله، يا اهلا بيك. ابقى ان شاء الله، تحيي لك وتحيي القناه وتحيي الكادر والقناه، تحيي المشاهدين والمتصلين، تحيي قناه الرافدين. الله يسلمك. نحيي الشعب العراقي ونترحم على شهداء العراق. وهذه الثوره هي لن يتراجع الشعب، نعرفه مهما كان هذا. استاذ عمر، هي مظاهره يعني اطول مظاهرات يعني ثلاث شهور، والشعب كله على بكره ابيه طالع على ضد هذا النظام فاسد، ولحد الان يقتل بالناس. هو من يعني هذا النظام يعني متوقع انه سوف يرجع نفس هذا، مستحيل من 1 تشرين. الشعب العراقي مصر على اسقاط هذا النظام ودفع الثمن، ولن يتراجع الشعب العراقي. ونطالب من دولنا العربيه بالموقف، موقف متروى، وادخال العراق تحت الميثاق السابع للامم المتحده، حتى يغير الشعب، حتى الشعب يغير، هو يختار حكومه. يدعون الديمقراطيه وهم ليسوا ديمقراطيه، وانهم مجرمين، لم قتلوا الرجال وقتلوا النساء، اكثر من 27,000 جريح يعني، و600 شهيد من ابناء العراق. يعني هذه اي دوله؟ يعني لا، ما في دوله تحدث بهذه وتقول هذه دوله لا يوجد بها جيش ولا يوجد بها امن ولا يوجد، هذه توجد بها دوله عصابات. وتحيه لك. حياك الله ابو فيصل من السعوديه كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلونا نقرا رسالة واتساب. يقول: هذه المظاهرات التي انطلقت من شهر تشرين ولغايه هذا اليوم تعبر عن صمود الثوار الابطال الذين عانوا وتحملوا الحر والبرد، وهذا دليل على ثباتهم واصرارهم على انجاح التغيير وطرد الاحزاب الفاسده التي دمرت البلد طوال 17 سنه من الفقر والفساد والبطالة. وإن شاء الله يتحقق النصر بين العراقيين كافة. والسلام عليكم وحفظ الله العراق. رسالة: السلام عليكم أخوي، إحنا طلاب جامعة المستنصرية، واليوم طلعنا مسيرة طلابية ضد فكر مقتدى الصدر اللي استغل العراقيين باسم الدين ثم استغلهم باسم السياسة. مقتدى الصدر هو ليس إلا أداة أمريكية إيرانية كما يقول، وأيضا يقتل كل من ينطق بصوت الحق. يعني أرجو من الأخوة يرسل رسالة واحدة حتى أقدر أقراها، لا يظل يعيد الرسالة أكثر من مرة. رسالة يقول فيها: تحية لقناة الرافدين، أيقونة القنوات، وتحية إكرام للشعب العراقي العظيم المجاهد البطل، أيقونة الشعوب والخزي والعار لكل الذيول. أيها العراقيون، أثبتتم بأنكم على قاب قوسين أو أدنى، أو ثقوا بأنكم على قاب قوسين أو أدنى من النصر، فلا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون. أخوكم حميد العقيدي من رومانيا.
حياك الله. معنا اتصال أم أمير من بغداد، تفضلي أم أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. حابة على مود التظاهرات اللي صايرة، يعني والله العظيم في ما يصير، يعني هذه الشهداء بدها تروح، الناس بدها تطلع اللي صارهم مشهور بالحر والبرد، ناس تعبت كل شيء من الوضع بالعافية، يعني هاي تعبني. وخاصة الوضع اللي بغداد يعني كلش تعبنا، خاصة المناطق اللي احنا عايشين بها كلها فقر، وظائف ماكو، ناس بطالة صار في العالم، يعني ماكو هيجي. الدولة وين؟ الدولة يعني مو بحال الشعب، خلاص مو بحال الشعب، منتهي مناصبها، منتهية يعني عندهم أهم شيء البوك، هذا ما يصير. يعني وين البشر، وين يروح هاي المواطنين، وين تروح؟ وشنو زين بعد شهداء خطيئة الطالب بحقها، طلاب يعني مستقبلهم ضايع، يعني والله الدولة فاشلة، كلش فاشلة. حابة أقول للزوالة اللي هم واصلين يحسون نفسهم هم هالشيء، والقمع اللي يصير بالتظاهرات، أنتوا حابة أقول لكم أنتوا ناس فاشلة، ما عندكم ضمير، ما هي ضميركم، أنتوا حاكم حال الحيوانات اللي بالشوارع، ما عندها ضمير. نعم، أم أمير من بغداد كانت معنا. أبو صالح من صلاح الدين، تفضل أبو صالح. شلونك أستاذ عمر؟ اهلا وسهلا بك. يا صافي تفضل. انا اشجع المظاهرات وهاي نريد نحل. نعم اي وضع اخواني المظاهرين، بس سلميه اريدها حرب ولا شو اسمه، وهي السلميه باقي سلمية، ويأكدون على أنها سلمية. أه؟ أقول لك باقي سلمية ويأكدون المتظاهرين على أنها سلمية. يعني إيش قد رادوا يجروهم؟ إيش قد رادوا يجروهم أنه يسوون أي أعمال؟ ما قدروا. بنشوف بنشوف التلفزيون. طبعاً بس ما بنشوف مثل بالطريقة هاي، يعني مخاف ما يقولون أنا أقرب لي حد. نعم. و ما اريد يدخل واحد بشؤون الاحرار في الدول، ما اريد احد يخابر اي ويجي، احنا الشعب تعب ينتصر، واحنا نريد الثوره. نعم. أنا أشكرك ابو صالح من صلاح الدين. كان معنا رساله يقول اني ارجو ان تذكرون الاسم بالرساله حتى نبين للمشاهد اسم المرسل. رسالة يقول: السلام عليكم، تحية خاصة لكم ولقناتكم. اليوم الناصرية خلال نصف ساعة شاهدت مليونية ردا على ذيول إيران ومنتصرين بإذن الله، شكرا لكم. ندى من ذي قاد يقول: حي الله أبطال الناصرية الثوار، اليوم تحدوا بعزيمتهم القوية الميليشيات وسلطاتها، وإن شاء الله مستمرين إلى تحقيق عراق أفضل. أم وطن من النجف، رسالة طويلة رح نقرأ منها سطرا، تقول: السلام عليكم، أتمنى تقرأها، تحية لك وللقناة. بعيدة عن كل شيء العراق ما حد إلا هو النفس، وبس شبابنا الأبطال اللي يدافعون عن وطنهم وعن حقنا، لا مرجعية ولا حكومة ولا أي أحد ثاني. والشبابنا بالبرد والضيم من كتلوا، ليش هيك يا ربي مع هذه المصايف في العراق؟ يعني أرجو تكون الرسالة مختصرة، يوميا أكد على هذا الشيء، يعني رسالة طويلة ونوبات أخطاء إملائية فما نقدر نقراها، سطرا تعبر عن رأيك ويمشي الحال. اتصال، معنا اتصال. ابو فاطمه من النجف، تفضل ابو فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك.
أخي عمر، يعني على عجالة أن نقول، يعني اليوم هدد مصطفى مقتدى الصدر من خلال تويتر المتظاهرين بأن يخرجوا المندسين. يعني إحنا نريد نسأل دول المندسين على رؤوسهم ريشة حمراء حتى نخرجوهم؟ اثنين، يقول لابد أن يعني ترفعوا قطع الطرق وترجعون للمدارس وترجعون للدوام إلى آخره. أنا أريد أقول أنت منه؟ انت شنو يعني موقفك، منزلتك عند العراقيين؟ هاي المظاهرات كلها ضدك، وهذه يعني المظاهرات كلها تتكلم عليك، وانت تاريخك شنو نريد نعرفه؟ انت ايش حامل من دبلوم؟ انت ايش حامل من شقاري؟ انت هذه اليوتيوب ده يتكلم عليه، ده يقول خمس سنين هو ساقط صف الخامس. اثنين، انتم سلمتم اسلحتكم للامريكان بالدولار بمدينه صدام، كل شيء يعرف هذا الشيء. فإحنا نقول لمقتدى وغير مقتدى، تهديدك هذا ما تخوف المتظاهرين ولا تخوف أصغر متظاهر موجود، ونحذرك مصالحك داخل العراق وخارج العراق، بلجيكا وفرنسا والسويد والدنمارك، إحنا نحاسبك ونجركم واحد واحد داخل العراق وخارج العراق. اثنين، أخي عمر، بالنسبة للأخوة اللي يتكلمون عن لابد أن يدافعوا المتظاهر عن أنفسهم، نعم، لكن يا اخي مو بالسلاح. انت تدري هذول يدرون ايش يقولون؟ اخي اذا جابوهم بالسلاح يعني راح تجي الطائرات والهليكوبترات وتقصفهم وتضربهم وتنهيهم نهي. هذول ايش يحجون؟ لكن في نفس الوقت اخي نحن ننصح ان تكون هجمات هناك، هجمات اقصد يعني دفاعيه مباغته لهؤلاء بالحجاره. وهناك لابد ان يقيموا خلايا استخباريه لرصد من يهجم عليهم. اخي هؤلاء والله جبناء لا يستطيعون، فلا يبقى المتظاهر ينتظر متى تجي الهجمه. يعني هالخبراء العسكريين ده نسالهم ده يقولون هكذا، لابد ان يبادروا هم في الهجوم، لا تنتظر اخي. ثم الذين يجابهون بعض القوات الامنيه على الجسور، اخي انت ليش تلح وتتقرب وتضرب بالحجاره تجيك طلقه لا سمح الله في راسك ولا بصدرك؟ اخي احتمي وظل انت مجاب لهؤلاء. في النهايه اقول اخي، الاخ اللي يقول بالنسبه للمقتدى هو عجمي واحنا نتبع السيستاني، الكل يعرف هو السيستاني عراقي هم عجمي وايراني واكثر اجراما من عنده. شكرا اخي عمر. ابو فاطمه النجف كان معنا. ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. اخوي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك اخوي عمر. العماله شلون تكون؟ هي هاي العماله يعني هم دول مو اهل العراق، يعني دول مو عراقيين يا اخي. لما يصرح نوبه سووا مظاهره نوبه، لا هو هذا عميل، يعني طول عمره عميل. يعني شايف عراقي اروح على ايران؟ شنو ايران؟ انت تقول انا عراقي ليش تروح لايران؟ بس هي هاي العماله اللي ادوا للشعب وخلته ما يعرف طريقه وين، يعني لابس عمامه ويصيح والاصلاح، وين الاصلاح؟ هم جماعته كلهم وزراء واخذوا ما اخذوا، وما يهم ترى المظاهرين، ما يهمهم يعني ما يهتمون للمتظاهرين ابد. يعني ما قدموا خلال 17 سنه صار طبينا ب 17، ايش قدموا؟ قدموا الدمار والهلاك. يعني تصور انا يوم الجمعه بالمظاهرات، اقسم بربي اول ما جيت قريب على الفتكه مال الخلاني، ستوته محترقه وماطور وحرق الخيم، وفتغل بدماغهم هذول يعني المتزوجين بالسلاح، فتغل بدمهم يعني ما يتحمله اي واحد. يعني ما شنو الحقد هذا؟ لك يعني مستحيل تكون العراق لازم يدافع عن دينه، عن ارضه، عن عرضه، عن شرفه، عن حتى الارض اللي يمشي عليها. بس هذول لا عراقيين، لا لهم ولا للعراق ولا هم لايران. هم كلبين بصور مال فلان وعلان وفلان. هاي مو ان شاء الله مو عراقي يا اخي. هذول مو عراقيين ولا ينتمون للعراق، واصلا ما لهم يعني روح بالعراق، روحهم لاسيادهم. يعني العراق ترى ما صار شماعه، يا اللي يجي ينفخ بيه، يا اللي يجي ينفخ بيه. واكو عقول مريضه يا اخي عمر، اكو عقول مريضه. يعني لو هسه تجيب لها اعظم دواء ما ينصلح حاله. هذول مرض سرطان صار بالعراق، وهسه عاد يصير رجال هذا رئيس وزراء المنتهي صلاحيته
يروح يجيب جماعة العراقيين بعدين بالصين يجيبهم من العراق على مود يجيب أمرار بعد. أخي كلها صارت ما زال العراق عرف كل شيء وعرف شنو يا ينفع أو يا يضر، بس هذول عمرهم ما يكونون يعني ما ينتمون للعراق أبدا، ما ينتمون عمي، كل واحد أملاكه وفلوس نعم وخمط ما خمط وصارت أمور نعم بحسن. ما يتم العراقيين يعني الجريح جريح والله عمي الجريح يعني دم قطرة ما الدم ماتة تسوى وتسوى الدنيا كلها. هذا عراقي انت مو نعم عراقيين. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد. أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. أهلا وسهلا بك أخ عمر. من إلى ثورة البيضاء إن شاء الله من خلال فتح العراق وإن شاء الله يدخل في حارة العرب مظاهرة البطلة. بعدين أقول له أصبح طبعا على كل هو مظهر حقيقته الحقيقية في داخل القيادة وحماسة ودبدبة. هذا المثل الأول يرفض مقتدى ويرفض حتى أتباع مقتدى. اليوم أنا أتابع على هؤلاء ليس أبزال السفارات لكن هؤلاء بالمنهى فأنا منتظر وبعد ما يرجع النهاية من اللي حلون وإن شاء الله على من خلال هذه الأسرع يزعل الرؤوس هؤلاء الحصالات اللي أتبنى من خدعة لولا الأبطال يدخلها ويحملون لأنه عراقيين خاصة واليوم طالب الضباط الجهة. أنا أشكرك أبو ياسين من ديالة والصوت هم يقطع. أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية لك ولقناة الرافدين وسادة المشاهدين. حياك والله يا أخي. أنا كمواطن عراقي أخي أوجه رسالة إلى شعبنا المظلوم أن الله عز وجل يقول في القرآن إن تنصروا الله ينصركم، وأيضا الله يعني هذا كلام الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا يعني كيف ينصرنا الله؟ ينصرنا الله بالالتزام بكلمة التوحيد والتعاون على البر والتقوى. هذا الإسلام الصحيح. بينما أنا لا أدري كيف يا أخي عمر يعني ناس يتبعون هذا الجاهل المسكين، يعني هذا مقتدى حتى ما يعرف يتكلم عربي، يعني مقتدى جاهل كيف يعني ما عنده لا علم شرعي ولا فهم يعني يقود بلد عزيز بلد غالي علينا مثل العراق أن يكون هذا يكون له دور. فأنا أقول اللهم عليك بجيش المهدي وقائده مقتدى الذي ظل قومه وما هدى. يعني هذا يعني إيش سواهم يعني الآن يعني عار يعني اللي يتبع مقتدى وهو يعني يعمل لدى الإيرانيين. يعني الإيرانيين إيش فعلوا ببلدنا الحبيب العراق؟ اليوم غزو الأمريكي الإيرانيين يقتلون يسرقون يعني دمروا العراق. فما أدري كيف ناس يعني الآن بعد مقتل سليماني يعني يصير مقتدى يعني يكون على أساس بطل ومجاهد، ويوم كان أيام بداية الغزو أمريكان أجبروا أن يبيع السلاح كلاشينكوف 200 نعم دولار وأرضيزي 50. فجاهل. فإن شاء الله أنا أتوقع أن الشعب العراقي بإذن الله يطرد العملاء والخونة قريبا من العراق. أبو عبد الله من لندن كان معنا. علي من لندن كذلك، تفضل علي. نعم أهلا وسهلا بك. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا بالبداية نقف إجلالا واحتراما للمتظاهرين المنتصرين المظلومين في ساحات التظاهر ساحات التغيير، لهذا الصمود لهذا الوفاء للوطن لهذا الروح اللي ما يمكن ما موجودة اللي ما مرت على العراق وما صارت نهائيا. لكن أنا اللي أحب أقوله اليوم إحنا مو قضيتنا قضية مقتدى الصدر انسحب أو بقى، إحنا عندنا قضية مهمة هي قضية استغلال العراق مستقل من كل الجوانب. يعني اليوم احنا بس نتخلص من ايران وميليشيات ايران راح نتخلص من امريكا. يعني ما معقولة احنا حابين الامريكان وتواجدهم. نسينا 91 ما نسينا، نسينا ملجأ العامرية ما نسيناها، نسينا حرب الكويت وبعد من الاتفاقية وبعدين رجعوا قتلوا الجيش كله هاي ما نسيناها. يعني احنا نريد فقط خروج الميليشيات استقلال العراق، بعدها غير شكل راح يكون ويا الأمريكان، بعدها احنا نفسنا الثوار احنا الناشطين
نطالب بالمتسلم السلطة نقول له عليك إخراج الأمريكان وتسليم القواعد الأمريكية إلى الجيش العراقي حصرا. اليوم ما نريد ميليشيات، اليوم احنا ما نريد أحزاب، اليوم شو نسوي بالأحزاب؟ احنا اللي اجونا من وين؟ ما هم نفسيتهم أمريكا اللي جابتهم، هسه شلون انقلبوا على أمريكا؟ تغيرنا دنفتهم، ما أنتوا جيتوا على الدبابات. زين بعدين هسه أنتوا صرتوا ضدهم، يعني مثل القضية مثل أنتوا يعني هسه كل شيء هوسة. ما ماذا نعرف؟ احنا اليوم مو قضيتنا مقتضى الصدر، مقتضى الصدر بقى أو خرج، احنا ما لنا علاقة به. احنا عندنا قضية اسمها قضية وطن. قضية نازل آخذ حقي، شنو النازل آخذ حقي؟ أحد افتهم هي شنو هاي القضية؟ هذه المعنى احنا بدنا ناخذ حقنا نحاسب شكو مجرم، شكو مدمر، شكو يعني نسينا 2006 العظمية الكرادة، السنة والشيعة والمسيح كلها راحت سبب منه. هذا لازم ناخذ هاي الدماء، لازم ناخذ حقوقهم، مستحيل راح تنسي، مستحيل. وبعدين هسه عندنا احنا 600 شهيد، عندنا 25,000 جريح، لن دمر حقهم وبعدين نروح نصلح مقتدى الصدريين فلان. هذا الشيء ما راح يفيدنا. اهم شيء يفيدنا اليوم الصمود، الصمود. وتشوفون انتم كلها انفضحت. نعم اخي علي، كلها انفضحت. وصلت رسالتك علي من لندن، كان معنا، شكرا لك. رسالة واتساب يقول السلام عليكم، يقول الأحزاب تستقتل لإخراج القوات الأمريكية من العراق للاستفراد بما تبقى من أناس غيورة مطالبة بالسيادة وخروج نفوذ إيران من العراق، وإن شاء الله تنتهي الذيول ويبقى العراق حر مستقل. أم عمر تقول السلام عليكم أخي دكتور عمر، العمل الذي قام به المقتدى عمل لا يدل على الرجولة والشجاعة، وينطبق عليه المثل لو ألعب لو أخربط الملعب. والله عيب تقول، وكما يدعي لنفسه قائد تيار كبير، والله أنا متأكد مقتدى سقط حتى في نظر أغلبية أتباعه وكشف نفسه بنفسه. والسلام عليكم. رسالة أخرى نقراها قبل الختام، يقول نشكركم على جهودكم، إن شاء الله الفرج قريب. أبشرك ماضى شيء انتهوا، أصبحت الرافدين يقول القناة الأولى بالعراق بفضل جهودكم، سيروا وعين الله تراكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.